السلام عليكم ورحمة الله. بداية أشكركم على جميع التعليقات، أشكر جميع الإخوة من المغرب والجزائر والسعودية ومن كل الدول العربية. كما رأيتم يعني في الشرح السابق، قمنا بعمل الجبص وأيضا أريتكم الغرفة بعد إكمالها، ويعني لابد أن هذه الغرفة لها مراحل، ومن بين هذه المراحل هي طلاء عجين لندوي، لكن اخترت نوع من عجين لندوي أو عجين يكون مضاد للأصوات، يقوم بعزل البيت عن الأصوات يعني بنسبة تكون جيدة جدا. وإن شاء الله سأريكم المراحل التي قمت بها حتى حصلت على الشكل المطلوب، والشكل يكون يعني بطريقة عصرية، هي التي في هذه الأيام بدأت تظهر، وحتى أصحاب البيت بدأوا يطلبون هذه الأنواع من يعني باستعمال إضاءة. وإن شاء الله تابعوا معي هذه المراحل التي قمت بها. بعدما أتممت الجبس يعني يظهر على هذا الشكل كما ترون، يعني كان يظهر على هذا الشكل، يعني أتممته حصلت على هذه النتيجة. فالشرح يعني رأيتموه. وبالنسبة قبل طلاء عجين لندوي يجب إدخال الأسلاك الكهربائية يعني في الأنابيب، يعني حتى إذا حصل أي مشكل يمكنكم إصلاحه قبل طلاء عجين لندوي كما ترون. والغرفة يعني متضررة وفيها العديد من الطبقات يعني من الجير، فكانت هذه يعني عبارة على سطح يعني منه للسماء يظهر فيه أسلاك ومتضرر وفيه العديد من الطبقات من الجير، سنقوم بإصلاحها إن شاء الله. بعدها قمت بإزالة الحديد الموجود في الجدار كما ترون. بعدها قمت أيضا بصقل الجدار باستعمال سكين خاص، يعني سكين لندوي نقول له، حتى أزيل الجبس الموجود على الجدار يعني سقط من السقف. وأقوم بخدش بعض الأماكن كما ترون، يعني أقوم بخدش في نفس الوقت، أقوم بخدش يعني كأنني أصل إلى الإسمنت في نفس الوقت بجانب السكين. ثم نستعمل ورق صنفرة، أيضا نقوم بصنفرة الجدار قليلا، ونحاول إزالة الأماكن الهشة، يعني نحاول إزالتها بالكامل يعني من غير استعمال الآلة، يعني الآلة تصنع الكثير من الغبر وهذا صعب جدا، فقط بالسكين نقوم بإزالة الأماكن التي تزول ونترك الأماكن القوية يعني بهذا الشكل كما ترون. هذه الطريقة التي استعملت. ثم نأخذ القليل من الورنيش أو كولا غريفي، في الجزائر وفي المغرب تسمى كولا غريفي عند شركة أطلس، عند شركة أطلس يعني موجودة في الجزائر، الإخوة يسألونني عنها في الجزائر لكنها موجودة، هناك مغاربة يقومون بعمل غريفي يعني موجودة. كولا غريفي هي التي تظهر في القارورة الصغيرة في الأعلى. نقوم أيضا بصب كمية من الإسمنت، أنا استعملت الإسمنت الأبيض والإسمنت الأسود. ثم أقوم بطلائه باستعمال رول بهذا الشكل، يعني طريقة سهلة، أو باستعمال فرشاة كبيرة يعني التي نستعملها لطلاء الجير، تكون أفضل فرشاة كبيرة. أنا استعملت الرول بهذا الشكل، ثم أتركه ليجف لمدة من 8 ساعات إلى 24 ساعة. والآن سأذهب لشراء عجين لندوي ونعود إلى ورشة العمل لنرى يعني المراحل التي سنقوم بها بعدها. احنا جينا المحل ديالنا كنتسخروا منه، ناخذوا الاشياء اللي غنحتاجوها في هذيك الدوره. وصلنا لمرحله الصباغه كما قلت لكم، باغيين نقوموا بطلاء عجين لندوي. كما كتشوفوا نختاروا شي نوع اللي غادي يشارجينا مزيان. كما كتشوفوا كثير من الانواع ديال العجين لندوي ديال عده الشركات. كما كتشوفوا معكم محمد الدروبلي، ها هو المحل ديالنا هو هذا، واخا غادي نختاروا اللندوي ان شاء الله. ما عرفكم على بعض السلعه اللي كاينه هنايا، كتشوفوا كاينه بزاف ديال السلعات غادي نحتاجوا بعض منهم. هذه كيسولون عليها كثير من الاخوان، كيسولون عليها. هذه خاصه بالنسبه كتقوي خيال، دي معروفه عند فهمتي نوع من الكولا كتقوي خيال. فيرني ديكور، هيا فيرني ديكور سميتها، كتخدم فوق الديكور ماشي غير خيال، اي حاجه يعني كتجعلها قويه يمكن لكم تغسلوها او اي حاجه. والآن سأقوم بشراء دلوان من الدهانات، يعني غرفة مساحتها 3 مترات ونصف على 3 مترات، يعني نحتاج إلى دلوان من العجين. أنا اخترت هذا النوع، يعني أنا لا أسوق لأي منتوج، يعني أختار المنتوجات التي نحتاجها في مجال الدهانات وهي الأفضل، وكل شركة لها ميزة يعني عندها مادة يعني تميز عن الأخرى. بعدها قمت بإحضار العجين إلى الغرفة التي أود طلاءها.
ثم أزلت هذا الجزء من البلاستيك حتى أريكم بالنسبة للإخوة الذين يعرفون عملية خلط العجين بطريقة سهلة كما ترون. ثم نقوم بإزالة العجين كله، يعني البلاستيك يعني تحمل الكثير من العجين، فيجب إزالته باليد يعني جيدا حتى لا تضيع العجين. بعدها قمت بإضافة حوالي نصف لتر من الماء تقريبا أو أقل بقليل، ثم نقوم بمزجه جيدا ونبدأ إن شاء الله المرحلة التالية. سبق لي أن قمت بعمل فيديو في كيفية طلاء عجين لاندوي، لكن هناك بعض الأشخاص أو بعض الإخوة المبتدئين في مجال الدهانات يسألون عن كيفية طلاء، يعني سأحاول توضيح أكثر. كما ترون يعني نقوم بالتقاط العجين بهذا الشكل ثم نقوم بطلائه. أنا أستعمل السكين الإيطالي، يعني أفضل من الموس، يعني يساعدك في العمل، يعني يكون العمل سريع باستعمال السكين الإيطالي وأيضا الموس أو السكين العادي بهذا الشكل كما ترون. يعني دائما نلتقط بالسكين الإيطالي ونضعه في السكين العادي ثم نقوم بطلائه. فالحائط جد متضرر، هذا الحائط صراحة يعني فيه كثير من الحفر. فبهذا الشكل نستمر على هذه الطريقة كما ترون. فهذا النوع من العجين، لماذا اخترت هذا النوع؟ يعني انا اعمل بعدة انواع، لكن هذا النوع شبه مطاطي فيساعد الغرف التي نريد عزلها عن الاصوات، يعني يقلل من ارتداء الصوت، يعني يقوم بامتصاص الاصوات، فلهذا استعملته. فكغرفة التي اقوم بها يعني غرفة تسجيل فيديو والصوت، يعني لا اريد ان يلتطم بالجدار ويعود الى الميكروفون، فلهذا يعني استعمل هذا النوع من العجين، فهو شبه مطاطي يقوم بعزل الغرفة تقريبا يعني بنسبة جيدة جدا، فلهذا استعملت هذا النوع. وايضا هو يملأ الحفر، يعني يملأه جيدا كما ترون بهذا الشكل. إذا وجدت يعني أي مكان خارج عن مكاني يعني أقوم بإزالته ثم نستمر، يعني الطريقة إن شاء الله تكون، أتمنى أن تكون واضحة. بعدها نترك الطبقة الأولى حتى تجف لمدة 4 ساعات إلى 24 ساعة على حسب الجو، ثم نعيد طلاء الطبقة الثانية بنفس الطريقة لكن نملأ قليلا، يعني طريقة سهلة. بعدها تركته حتى جف لمدة 24 ساعة، ثم قمت بعدها بصنفرة الجدار بهذا الشكل كما ترون باستعمال إضاءة. الطريقة بدأت تظهر مؤخرا يعني بكثرة، فلهذا يجب التعود على الإضاءة، استعمال الإضاءة عند الصقل أو في عملية طلاء الطبقة الثانية، يعني تستعملون الإضاءة بشكل جانبي، يعني أي مشكل أو أي انعواج يظهر بسرعة في الجدار. ودور الإضاءة يعني عند إنهاء الجدار وطلائه، فإذا يعني قمت بإشعال إضاءة جانبية، يعني إضاءة تكون شخصية لأصحاب البيت، يعني يظهر المشكل. فعند استعمالك للإضاءة في الأول يعني تستخرج من هذه المشاكل كلها ويظهر الجدار يعني بشكل رائع. بعدها قمت بإزالة الغبار نهائيا باستعمال مكنسة ثم قطعة قماش في الأخير حتى أزلت الغبار نهائيا. بعدها يصير الجدار جاهز لطلائه باستعمال صباغة، يعني أي نوع من الصباغة. أنا استعملت صباغة مائية لأنها تساعد الجدار على التنفس. بالنسبة لطريقة طلاء الصباغة المائية، أنا استعملت صباغة مائية من نوع متوسط، ليس من النوع الجيد جدا وليس من النوع السيء، ويعني هذه الطريقة بسيطة جدا. إذا أردتم مشاركتها معكم يمكنكم مراسلتي أسفل الفيديو، وإن شاء الله في شرح قادم قريب جدا يعني سأقوم بعمل لكم فيديوهات أخرى لشرح المراحل الأخرى لإكمال هذا المكتب، ونرى يعني المراحل التي وصلنا إليها. وبالنسبة للإخوة الذين يشاهدون الفيديو لأول مرة، يمكنكم الاشتراك بالضغط على زر سبسكرايب، وأيضا إذا لم تشاهدوا الحلقات السابقة يمكنكم زيارة الروابط موجودة في صندوق الوصف. والسلام عليكم في درس قريب إن شاء الله.